نروح لأخبار العرفج. نتمنى. طيب اليوم على غير العادة، قبل ما نروح لأخبار العرفج سنقول عرفناه خادما للثقافة وداعيا للحوار وعاملا للمعرفة، ومنذ اللحظة الأولى التي أمسك فيها كتابا بيده اليمنى قرر أن يمسك أملا بالأخرى، وفي مختلف مراحله فكرا وثقافة وقراءة كان وما زال وسيظل وطنيا صادقا، ولذلك يجني اليوم واحدة من ثمار ثقافته، إذ حاز الثقة الملكية بتعيينه عضوا في مجلس أمناء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. يا صاحبي الشعر جاءك مزهرا ومن الكلام عنادل تتألق، فإذا ضحكت تبسمت أوقاتنا، وإذا صمت فكل روح فثم روح تنطق. أحمد العرفج الرجل الذي ينشر السعادة أينما حل حتى تكاثر الدنيا تبتسم بين يديه. يا مدور الهين ترى الكايد أحلى، واسأل مغني كايدات الطرق، واسأل مغني كايدات الطرق، الزين غالي لكن الأزين أغلى، والكل شراين بضاعة وسوقي، والكل شراين بضاعة وسوقي. ويا مدور الهين ترى الكايد أحلى، واسأل مغني كايدات الطرق، واسأل مغني كايدات الطرق، الزين غالي لكن الأزين أغلى، والكل شراين بضاعة وسوقي، والكل شراين بضاعة وسوقي. الزين غالي لكن العرفج أغلى. يا هذا أهداء بسيط من يا هلا بالعرفج. والله أحرجتوني ولو أعلمت كان ما سمحت، لكن انتم لا احنا نمون عليك، ويعني اظن ان قلبك يتسع لكل هذه اكيد اكيد. لا بس ودنا نشغل راي وقت الناس باهم من هذه الخزبة. لا هذا قليل في حقك يا دكتور، خلنا نفرح فيك بطريقتنا يعني. هذه الفرحه اللي ما فيها فلوس.